بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن ودود كما العادة من بيجود خي ودود، مرحبا بكم. سمحوا لنا تعطلنا عليكم، هذا راه شي تولد سعادة باش تعطلنا، سمحوا لنا، كانوا عندنا شي ناس يلاه مشاو. كنرحب بكم إن شاء الله، نتمنوا إن شاء الله تكونوا مزيانين، الله ييسر لنا ولكم إن شاء الله. كتب لكم نمرة التليفون ديالنا 0 6 18 87 69 30، وكاين 0 6 72 47 68 29. هذه النمر غادي يجاوبكم فيهم البنات دابا. 61 تا هما راه كاينه، 0 6 61 تا هي راه كاينه عندكم، 0 6 18 87 69 30، ياك. وكاينه 0 6 72 47 68 29. الله يعطيكم الخير، يا ربي يستر لنا وليكم ان شاء الله، والله يحفظنا ويحفظكم يا رب. وعليكم السلام اختي توريا، وعليكم السلام حياه، الله يعطيك الخير، مرحبا بك. امين يا ربي، امين، شكرا لك بزاف، الله يحفظكم يا ربي. اليوم ان شاء الله كاين بزاف ديال الزهرات ان شاء الله اللي غنوريكم، غير تسهروا معنا ان شاء الله كما العاده، ياك مساء النور. تماطلتني ياك نماطلنا الامينه نماطل، ولكن هيا غنشكل، هيا الهام، الله يحفظك لاله الهام، لاله عائشه، السلام عليكم، الله ييسرنا اموركم يا ربي، مساء النور، مساء الخير ان شاء الله يا ربي. امين لفاتن الزهره، شكرا لك فاتحه، ان شاء الله اللي بغى ستيفان كليف كلو كاينين، نشوف لك شنو كاين اليوم في الخرده ان شاء الله. وعليكم السلام. مين كاين بزاف ديال ان شاء الله كاين عاوتاني، حنا غنوريكم ديك الساعه كل واحد لي مكتبه لي شي حاجه راه نوريوها لكم ان شاء الله. شنو هذا؟ لا لا لا، هو دارت كاين واحد بولحيه صغير، ها هو الا بغى شي واحد. هذا راه قياس صغير، ما كبيرش بزاف، هذا كيتكبس بحال هكا. الناس اللي في اليوتيوب حتى هما مرحبا بهم. انا نقد لكم الكاميرا ان شاء الله. وعليكم السلام، الله يبارك فيك على حنان. هذا صغير صغير، ما كبيرش، ما ندير لكم ولكن صغير شويه. اشنا هي؟ سلام سي حسن، الحمد لله على سلامتك، الله يبارك فيك على نجاتي. على السلام، على سلامتك. خلي لي هذاك بولحيه، هو راه صغير، الثمن ديالو كيدير 55000 درهم. ما عرفتش، شوفي لي واش بادي انت عندك، ما كاينش ورايا اللي طلعت. شنو هو؟ اه بعد دورك تهضر حدايا. لا لا، ماشي تكتا صغير خدام، ولكن واش طالع؟ نخليه ليك، ها هو كاين، انا غادي نوري، انا نخليه لك ان شاء الله، وغدا جي لي مع الصباحه. الله يبارك فيك الله خديجه، ها انت عاوتاني واحد المضام، واحد جوج البابيون، الله يلا خديتهم. هادو راه قلال بزاف، هادو قلال قلال، هاد البابيون هذا هما قدام، هادو يلا خديناهم هاد السيمانه هادي، يلا جاونا هما جوج، هما هادو البابيات جوج زوينين، دابا نحطهم هنايا شوف من غيكتابو خاصك شي. كاين كبير كاين، غير هذا خص غير، يلاه خديته. الله يبارك فيك، مساء النور كريمة، الله يحفظك الله كريمة. ها هما كلهم هاد البابيونات، ها انت شوف، هذا هما المضمه البابيون اللي تيها، شوف الحجر ديالك كيفاش داير، هذا كيتسمى داك الحجر اللي كيكون متقوب من الوسط، الخضر كيكون متقوب من الوسط، هذا قديم وقليل وغالي هذا الحجر، هذا وفيه الروزه قديمه. هانتي هادو قلالين، هادو كاينه، هادي عاوتاني، هانتي اللي تاهي مضمه البابي دو كلهم، يلا خديناهم. وعليكم السلام ناس ديال مراكش، مرحبا ناديه، فين كاين المحل ديالك؟ المحل ديالنا اختي كنتوجدو في مدينه الدار البيضاء، في شارع نورموندي، في المعارف. صافي خلي لي ديك الكبيره بولحيه، كاينه لاله، كاين سميه، واش طالع ولا ما طالعش؟ كاين ان شاء الله.
كل شيء غادي نوريه لكم ان شاء الله. نبداو داك الشيء اللي كاين اليوم اللي جبناه لكم. انت هذا. وعليكم السلام، الله يعطيك الخير. امين. شحال هاد الخير هذا مونيا؟ واخا راه نقول لك الله يوفقكم. واش عندك دبليج مفتول وسامبل من حد ما حد راجي في المغرب؟ عندي واحد ثلاثه واعرين هاهم، يلاه خديتهم هاهم، جوج مفتولين وواحد سامبل، ولكن راه ثقال ما شاء الله. هادو راه فيهم 102، ثلاثه 102، 103 فيهم 103، كيديروا 60800 درهم، 6 المليون، 6 المليون و 16000 ريال. لا صوفيا الله يحفظك، الله صوفيا من الناس ديال تمازير ياك، المنظمه واخا انا غنقول لك المنظمه الثمن ديالها. قلت لك بغيتي تبيعي شي ذهب ان شاء الله، انا ذا المغربيه، جي جي مرحبا، اللي عندها شي ذهب باغي تبيعو مرحبا تجيبو، ندير التاج واخا التاج راه الرسولي. الناس ديال العيون مرحبا، الله يعطيك الخير. هادو ثلاثة دبالج ولكن القياس ديالهم 6.5، كبير شي هذا. حل حل هنا الباب. ثلاثة مبرومين، اللي كتبغي الثقيل، اللي كتخبي اللي كتبغي تخبي فلوسها. لا فاطمة كنسر مرحبا لا فاطمة، لا بس الحمد لله براسلي فان كليف بالالوان عندك، نشوف لك اختي واش كاين ولا لا. اللي كتبغي تخبي فليساتها فليساتها وتخبيهم، ها هي ثلاثة ديال الدبالج الثمن ديالهم 6 المليون و 16000 ريال. ها هي، وكاينين حتى خواتمهم. فين هو خواتمهم؟ ها هما خواتمهم، خواتم ديالهم ها هما، دايرين ثلاثة حتى هما، جوج برومين واحد سامبل، دايرين الثمن ديالهم 4750 درهم، 4475 اورو. ها هما ثلاثة الثمن ديالهم، القياس ديالهم 2 سنتيم. هاك بغيتي انت الدبالج، ها هما الدبالج. جيبوا لي شي مسطره، جيبوا لي عافاكم شي مسطره. ها انت واحد السلسله، واحد السلسله زوينه ها انت، ولكن هذه بحال ما تمشي. ها هي السلسله وفيها، نشوف اشنو فيها، بحال دي فيها بحال الويفي، بحال ديال الكارتي ديال الفيت، ولكن هما دايرين فيها الويفي طوشيا. الثمن ديالها كدير 3200 درهم، 320 اورو، 64000 ريال. ها 64000 ريال، ها هي 320 اورو. كاينه هذه فيها الله استسلام الله، هي الثمن ديالها هي كدير 2900 درهم، 290 اورو، 290 اورو، 58000 ريال. قولي لنا التمينة بالأجنبية، أشنو ديال أستراليا؟ الله الله صافي، يلاه الله يعاون غدا إن شاء الله. لالا فاطمة كي غندير بالأسترالي الاسترلينغ، والله أختي ما عرفتش شحال داير الاسترليني، ما عرفتش شحال داير هو. إيوا هادي هادي ما عندناش أختي هادي، والتغيير الأورو بغاو يحاسبوني عليه، ما قلت إلا قلت يا عملات الأخرين قفرتها. ورينا الشوكات واخا أختي، أنا غنوريك واخا. السلام عليكم من مكناس، الناس ديال مكناس مرحبا اختي ساره. هذه 2900 درهم، هذه راه السلسله ديال الشوبر زوينه وصحيحه، هذه السلسله ديال الشوبر 290 اورو، 58000 ريال. هذه قلنا الثمن ديالها 3200 درهم، 320 اورو، 64 هما 3 هما. الشوكات اختي واخا، انا نوريك الشوكات اللي عندنا واخا، بنوريه لكم. ها انت واحد الحلقه تاعهم زوينين، ها هادو دايرين 7000 درهم، 700 اورو، 140000 ريال. هاهما فنين تاهما هادو، 7000 درهم، 700 اورو. تحية الناس ديال الناظور، الله يحفظك لالا سعاد، الناس ديال الناظور. السلسلة ديال 74 هاهما هادو بلديين ثلاثة، وعندي حتى الخاتم ديالهم، خديتهم عند واحد السيدة بحال هكا الخاتم. كيدير 3200 درهم الخاتم، 320 اورو، 64000 ريال. القرميط تاع الخريشات عندي وحده واعره وثقيله، انا نوريها لك واعره. هذه دايره الثمن ديالها 3200 درهم، 320 اورو، الخاتم 320 اورو، 64000 ريال، حلقات 7000 درهم.
كبير كبير جيبيه من اللي ها هو وراي ها اللي دوس هذا صغير ثلاثة الدبال شحال فيهم الغرام فيهم 103 غرام هذوك الدبال 103 غرام الناس ديال القاهره مرحبا بهم حتى هما كاين انصومبل جاكوار بالحجر والله ما عرف نشوف ليك اشنو كاين واخا انا غادي نوريك ان شاء الله بلاتي نوريكم شي واحد السطور حتى هو واعر ها شوف انت واحد السطور فيه كيفاش دايرها الثمن ديالو كيدير 9500 درهم او غوز 9500 درهم 950 اورو 190 الف ريال شوف كيفاش دايرها انت بياسه واعره عندك دايزين زوين شنو هو واخا ما كانش شي صويري قياسته نشوف لك لا ان شاء الله ابتسام من امريكا مرحبا كاين كاين اللي بغاصلي كاينين نوريهم لك ان شاء الله كاين كاين الخير موجود هاد السلسله اللي واعره هذا بحال السطوار هذا راه كيجي بحال طويل شويه ماشي كيجي ميني سطوار الو سعسان انا من سطات انا تعاملت معكم الله عمر الله يبارك فيك الله فاطمه شكرا الناس ديال سطات مرحبا بهم هاك رشيد نادر مرحبا خويا الله يحفظك اللي سولتني على القرميط ديال القشي مشات هاي ولكن شوف هذه مولاتها الصراحه واش هذا الشيء هذه الرادكو ديال اليد قديمه ولكن هي عمرتها بهذا الفي ها هو يدير 64 300 وعساوة 3200 درهم عصير الصابون ها هما عصير الصابون راه كاينين جوج عندنا ها هما عصير الصابون ديال بصح لا كريم ها هما جوج انا نوريهم لك ان شاء الله هادي كما قلت لكم ها انت دي الرادكو قديمة وثقيلة وهي معمرة بهاد القشاوش هادي ها هما القشاوش ديال برا ها هما كاينة هادي ها انت وكاينة هادو قياسات واعرين ها انت وكاينة هادي باش معمرهم هي ودارت لي هاد السلسله هادي على حساب السدادة ما طيحش لحين ثقيله المهم الثمن ديالها دايره انا نوريكم الثمن ديالها بلاتي ولكن راه بياسه الصراحه واعره انا نوريكم الثمن ديالها ها انت غير الفيومر ديالها فيها جوج طبعات ها قديمه وثقيله فيها الميزان ديالها فيها 90 غرام فاصله 80 دايره تبارك الله دايره شي 86 الف درهم ها 6 د المليون 8 د المليون 8 د المليون و 6000 درهم 8600 اورو مازال خاصها وحده هنايا راه غنزيدوها ولكن مازال ما زدناش في الكرام خاصها شي وحده زوينه باش نزيدوها هنا ولكن غتزاد في الثمن ولكن راه فيها 86 90 غرام 91 غرام تقريبا فيها ها انت ولكن راه ثقيله فيها قلنا 86 الف درهم 8 د المليون شحال فيها من غرام 100 91 غرام اللي فيها 91 غرام ها انت واحد الحلقه حتى هما زوينين دايرين 5400 درهم 5400 درهم 540 اورو 108 فري هادو راه فيهم امرود الحر ها انت وقدامين حتى هما هادو دايرين 540 اورو 108 ريال كاين اختي لو بري ديال الكورميت الكورميت هادي دايره قلنا 8 د المليون اه 8 د المليون و100 و120 الف ريال شحال الخير اللي فوق كتافك واخا اختي يسرى انا نقول لك الخير اللي فوق كتافي انا نقول لك هادي انت الله الله 8 د المليون لا لا هي هي بلا ما ولكن راه كروميت تبارك الله صحيح هادي راه فيها 91 غرام ولكن راه قديمه 5800 اورو 5 د المليون و80 الف ريال لا اختي براسلي الفان كليف باللوان محال كاين هذا هو زوين تا هو هذا الثمن ديالو هذا كيدير نبالة بلدية كبيرة دايرة 36 ألف درهم 3 د المليون و100 3 د المليون و120 ألف ريال ها هو هادي راه ماشي كرميط هادي راه داسيا صنديرو الله ما كذبتي سير حسن بغيت الكرميط بلا قشي مشات أو أنا غنوريك هذوك اللي عندي بلا قشي مشات غنوريهم لك كاينة هادي هاهي تا هي زوينة هادي هاهي دايره الثمن ديالها حتى هي 19000 20000 درهم ها هي 20000 درهم 2100 اورو 2 د المليون 2 د المليون ها هي 2000 اورو ها هي زوينه انت دوزتي شي حاجه شي ديك مكلفه حجره خضراء ديالك ها هي انا هذه مليكة راه بغيت الفلوس غدا مع الصباح 86000 درهم قد تقول لي ارايا 86 ألف درهم
هادي ولكن راه كروميت تبارك الله واش من كروميت هادي ها هي قولها بصحتك لاله كاينه هادي ها هي واعره حتى هي دايره 2 مليون 2000 يورو 20000 درهم ها هي تيدير لها هاد السلسله هادي بياسه واعره ها هي الله يمكن وايه ها هي واحد القشيشه تكون اللي بغاتها هي خفيفه دايره 6000 درهم ها هي غير ب 6000 درهم 600 اورو 120000 ريال ها هي 600 اورو بارك عليك 600 اورو هادي هاك ها هي لا هي 600 اورو سكولي سولتي على الفان كليف ها هما الفان كليف كاين هذا هو خديته هو ميسيك البارح هادو السيده قياس واحد خديتهم عند واحد السيده هما كاين هذا ها هي 6000 درهم نضم صغيره البابي ها هي اشراق كاينه هذه واعره ها هي واعره هذه شحال الثمن ديالها ها هي والله هي تا كتحمق كاينه هذه وكاينه هذه كاينين جوج ما هاد جوج هما اللي كاينين البابي الله خديتهم والله الله خديتهم ماشي يومين دابا شكون اللي كيعيط عليا منى مالك فاطمه زهره عاد عاد المنعم قول لي الحسن ما يعيطش عليا دير اللايف الحمد لله كيف حالك قول لي قول لي يعيط الحسن راه وقف لنا كاع اللايف هذا يا هو ميسيك هذا الثمن ديالو الميسيكا ميسيكا كيدير 11500 درهم 11500 درهم مليون و 30000 ريال مرحبا اه لا راه تيجي درهم الف ومئه وخمسين اورو هذا ميسيكا القياس ديالو 6 البراسلي فان كليف اوغوز واعر هذا تا هو كيدير 11 زيد زيد واخا الفان كليف كيدير 11350 القياس 6 الديامتر 6 6 واخا هانت هذا هو اختي خودي قلت لها ام فاطمه الزهراء مع محمد وابراهيم فيها حاجه بحال شي يطلع لي الله يفك مالك مالك عطات طلع لي مرحبا مرحبا الو واخا هادي واخا نعطيها لك بلاتي انا معاك اختي سلمى انا معاك ها انت عندي واحد السنسل عندي واحد السنسلة زوينة واحد السنسلة فنة هادي دايرة رخيصة هادي دايرة 1800 درهم 180 اورو 36000 ريال 1800 درهم في اليوتيوب ياك ها غنعاود نطلع دابا طلع واخا واخا مدام سعيده مرحبا ها انت واعره هاد السلسله هادي رخيصه بالنسبه اللي بغاتها اوكي اوكي لاله سعيده مرحبا بلاتي الثمن ديالها 1800 درهم 180 اورو الثمن ديالها 1800 درهم 180 اورو ها هي رقيقه وزوينه إذا بغيتي شي وحده مرحبا كاين هذا هذا الجور هذا ها انت حسن وحسن عمل لهودة مرحبا هذه الثمن ديالها كدير 3000 درهم ها هي فيها الجوهر الحر وفي هذيك لي بول ديال الذهب وفي هذيك الفان كليف الثمن ديالها كدير الثمن ديالها كدير 3000 درهم 300 اورو 60000 ريال نعم اختي اشراق نعم كتهضري على هذه المضمه هذه هذه وحده هادي دايره 19 مليون هاهي 19 فورو هادي وهادي تيبقى كاينه بحال بحال يكونوا دايرين الثمن هاهي السلسله هاهي هاهي كاينه هادي الثمن ديالها دايره حتى هي 19 هادو بحال بحال
19000 يورو 19 مليون لوحده. ها هما جوج، ها هما سقي عيناتكم، هادو هما المضمه البابيو. الناس ما كتعرفش البابيو في المضام، هي ما هادو، هادو قدامين هادو وقلالين هادو، ما بقاوش كاع هادو قلال. فين كيجيو دابا؟ راه شي عامين مع 3 سنين مابقاش دوزناهم، مابقاش خديتهم انا بعدا شحال هادي. كانوا عندي في المنزله صراحه، من تما هنا يلا دازت عندي واقيلا شي وحده هنا، واقيلا اللي دازت عندي هنا في هذا البابيو هذا. دايرين 19 مليون 19000 يورو الوحده. داك انا خديت من عنده الذهب وزوين، معامله زوين ما شاء الله، وعنده الذهب نقي. الله يحفظك اختي اخلاص. نصاص نصاص اختي والله ما، لا ما عنديش مضمه. شحال فيها من في الطول؟ عطيني الطول ديالها واخا انا نحسبك الطول اختي. من ناظور كي دايرين لاباس عليك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. داز ديال ناظور، مرحبا بهم، مرحبا مرحبا. عرفت عرفت، عندك هاد الحلقه مازال طلت سلمى. الثمن ديال رمضان 19 مليون 19000 يورو. ترى لي راه نشوف فين بحالك كنتي شي سرت لا سامبل. لا لا لا، هاك شوفي الطول ديالها. الشوكات، واخا نوريك الشوكات اللي عندنا، نوريهم لك. هاد لي بوكل هادو دايرين الثمن ديالهم 6500 درهم 650 اورو. شنو هذيك التحفه اللي وراك؟ شنو هي هادي؟ ها ها هي اللي ورايا الشيا. كاينه كاينه سي حسن. شحال من شافك؟ شحال وصل دابا؟ دابا الغرام شي 510 درهم دابا اللي داير كارتي. واخا نشوف لك كاين واقع بولحيه. بولحيه داير 55000 درهم 5500 اورو اللي داير هذا. ها انت واحد البونونتيف ديال لويزا بالنسبه اللي بغاتها هي، وكاين حتى الخاتم ديالها. ها هذا خديناهم بجوج. الخاتم كيدير 11650. خديت ما عندك السنسله، واش نقدر نبدلها بوحده اخرى؟ مرحبا ماشي مشكل. 1160 اورو، جوج مليون و 130000 ريال. هذا الخاتم ديال النص، ولكن هذا راه ثقيل ما شاء الله، فيه تقريبا شي 17 غرام بلا لويزا. ها انت كاين هذا خاتم، وكاينه العلاقه دايره 4600 درهم 460 اورو 92000 ريال 460 اورو 67 في الطول. هذه الطول ديالها فيها، هذه قصيره شويه، فيها 67 سنتيم في الطول 67 سنتيم في الطول. هادو الخاتم، وهذه بوندونتيف. ها انت واحد الكورميت غيفيغ واعر، هاهي في الصفر دايره الثمن ديالها 6000 درهم، فيها 19 سنتيم بحال ديال الديام، ولكن هي زيركو. هاهي واعره في الصفر دايره الثمن ديالها 6000 درهم 600 اورو 120000 ريال. هاهي 6000 درهم 600 اورو غيفيغ في الصفر. هاهي 600 اورو 120000 ريال. الا بغيتيها ها هي كاينه، خذيها مرحبا بك. ها انت واحد الكورميت حتى هي غزاله، واحد الكورميت ديال سيدي الثمن ديالها كدير 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال. 7000 درهم 700 اورو، راه شفتها تفكرت. 7000 درهم 700 اورو 140000 ريال. هذه دايره 4600 درهم 460 اورو 460 اورو. امينه كازا مرحبا بك، عافاك. خاتم حريم السلطان عندي اختي، هذا الاخر تبع قبيله ديال حريم السلطان. كاين هذا كيدير 5200 درهم 520 اورو. ثقيله 520 هو الثمن ديالو، 520 اورو 104000 ريال. وانت واحد عاوتاني واعر، هذا فيه قديم، فيه السفير وفيه الروزه قديمه. اللي كيبغي داكشي القديم بحال داكشي ديال لونتيك، ها هو الخاتم، فيه السفيره بالكحل وفيه الروزه البيضاء القديمه. خاتم كيدير الثمن ديالو هذا كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال. تا هو لونتيك داكشي قديم، الروزه البيضاء القديمه. هذا كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال. ها انت كاين هاد الكورميت تاهي ديال الحصيره، الثمن ديالها كدير 4500 درهم 450 اورو 90000 ريال. اللي كتبغي الكورميت سولتني قبيله على وحده سامبل، ها هي كاينه هادي دايره الثمن ديالها 1130 اورو مليون و 26 مليون و 26000 ريال، ما فيها لا حجر لا والو.
ساعات نجاوبني كاين شي سرت لا قياس صغير لا لا خسرت لا محال نشوف لك ولكن محال جبت شي سرت لا هنايا لا واخا موصل 500 لا 500 و قلت لك اين وحده عطيني الخاتم اللي فيه الفطر هذا وهذا هذا 4000 درهم بلاتي هذا 4000 قالت لك الخام واصل 510 الغرام هذا الشيء 905 على حساب كل حاجه والثمن ديالها اختي تي بغيتي ديك الشيء ديال 550 570 راه كاين كاين الا بغيتي كل حاجه بالثمن ديالها ها هما واحد الحلقه الا بغيتي ماما تا هما قدامين ها هما هاد الحلقه تا هما قدامين تشمن كيقول هذا الحجر كيقول ليه نافيت هذا الحجر هذا ها هما يامات الناس اللي عاقلينهم واش بصح الدب غادي يطلع واختي تيقولوها لا يعلم الغيب الا الله ولكن كيقولوها من الاحصائيات دابا كتقول حتى دابا في حسي داني صيفطات ليا البارح صيفطات ليا اختي داك كاينه في برا صيفط ليا البارح واحد البرنامج في برا قالت لي دخل تفرج فيه قالت لي راه الدب راه وصل واحد زعما طلع واحد طلع لي ما عمر وصل في التاريخ ديال في التاريخ ديالو هما ساكي يقول لك يقول لك من هال 2024 الدب غادي يطلع اكثر صافا هاد الحلقات هادو زوينين دايرين هادو الثمن ديالهم 3850 درهم 3850 درهم 385 اورو واش عندك الحلقات ديال بولحيه لا لا حلقات ديال بولحيه اختي والله ما كاينين لا هاي لا الله يجيبهم وصافي قلال هذوك فين كيجيو فينا هما دوك راه 1000 درهم الغرام وما كاينينش دوك بيسي كيكونوا قدام هادو الطوين قالت هادو دايرين 3850 درهم 385 اورو هادو تا هما حلقات ها هما هادو دايرين الثمن ديالهم هاكا هما هادو هزيهم هادو دايرين 6500 درهم 650 اورو 130 الف ريال ها هما هادو تا هما زوينين تكتب الثمن اللي قلت الكورميت اختي هادي كاينه هاد هاد البونوتيف ديال لويزا دايره 4650 درهم 465 اورو 93 الف ريال الخاتم هذا زوين هذا هذا بلدي زوين هذا الا بغيتو شي وحده راه عندي حتى واحد البراسلي قريب لي ها هو انت واحد النباله كاينه هذه وكاينه هذه كاينين جوج ها انت النباله كاينين جوج هذا بالنسبه لهذا الخاتم وقيل غادي يجي مع هذا وقيل هذا غيجي مع حسن ها انت كاينه هادو قالت لك ما نظنش راه غير اشاعات باش يتباع الذهب دابا بصح نيت واقيلا راه غير اشاعات ماشي مسكين وهم تيقولوا حنا داكشي حنا عايشين اليوم غدا الله اعلم سي حسن واش عندك كورميت امريكا لا 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 اختي ما عنديش هذا الثمن ديالو كيدير 10900 درهم هذا البراسلي 1090 اورو مليون و18 ريال ها هو باقي جديد وباقي نقي هذا هو الخاتم كيدير 50 حلقه هادو 5200 درهم هاد الخاتم 520 اورو 104000 ريال البراسلي 11000 درهم مليون و20000 ريال تقريبا غادي تقاموا لك هادو بجوج بقول 15000 درهم لا 16000 درهم مليون و120000 ريال بجوج 1600 اورو والنباله راه مغلفه من الداخل ها انت راه مغلفه من الداخل وهذه ديال فضيله هذه هي النباله ديال فضيله الكورميت خريشات محال واش باقي شي وحده اخرى ولكن نشوف لك هادي التم ها هو يلا وتجاوبني واتي سوسان قولي لي اش نجاوبك كاين شي لاشين اوغبلو نشوف لك واقيلا غادي تكون كاينه واقيلا هذا الثمن ديالها قلنا الثمن ديالها 25000 درهم جوج دميون ونص امين بالتوفيق ان شاء الله عجبني عادك عصير الصابون كيفاش ندير باش نشريو جيبي الفلوس ما تعرفيش كيفاش ديري لي وامينه جيبي غير الفلوس واجي سهله قالت لي ما عرفت كيفاش ندير لي هذا فضيله هذه فضيله يا لالا ناديه جوج مليون ونص 2400 2500 اورو القياس ديالو القياس ديالو 5.8 5.8 القياس ديالو وهذا القياس ديال هذا 6 هما هادو نبين بلدي الكرومات دوزتهم لكم ها هما ها انتم كاين واحد الحلقه تا هما زوينين ها هما كيديروا 3750 بحال شكل بلغاري ما عرفت بحال لفع شكل لفعه هما 3750 375 اورو هادو لي بوكل
كيجيو بحال حلقه وحده هنا وحده هنا. 3750 درهم 375 اورو. الخاتم ديال الفضيله. ها هي ديال الفضيله اختي. واخا انا غنوريك ها واحد الحلقه تا هما قدامين تا هما ها هما شوف كيفاش دايرين الروزة البيضاء القديمه دايرين 2500 درهم هادو غادي تطيروا بهم هادو الشيء كيعجبكم هادشي 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال 1000 مرة عليا البوتيش 2500 درهم 250 اورو خليك انت 250 اورو 50000 ريال حويلقات زوينين وخفاف اللي بغات تشري الام بزاف الناس العيالات الكبار تيبغيو هادو الا بغات تشري حتى السداده كيبغيو الناس الكبار كيديروهم في ودنهم وكيتسدو صافي ما كيتحلو ليهم ما والو الا كانت واحد بغات تشري شي كادو للام احسن كادو غادي تشري ليها هما هادو هما هادوك هاك صحتك صبقاتك مشاو صافي ياك كاينين هادو دايرين الثمن ديالهم 2600 درهم 260 اورو حلقه تا هما هادو روميين هادو عندهم السداده بحال هكا 2600 درهم 260 اورو 52000 ريال 2600 درهم عافاك بغيتيهم وتوريا لا توريا فين هما طاروا بهم ها هو 2600 اورو 260 هذيك هذيك خص داك الشيء خصك ديرها ليلى عطيهم ليا ما هاد الساعات ساليهم ها هو الثمن ديالهم 2260 اورو هاد الحلقه 2600 درهم كاين واحد البونون تاع يقضي شوكه هذه اللي بغيت ديرها ديرها شوكه ها هي ولكن اللي بغات ديرها علقه راه ديرها علقه هي كتجي شوكه صراحه شوكه تجي زوينه بحال هكا الثمن ديالها كدير 9200 درهم هذه 920 اورو 9200 درهم 920 اورو 920 اورو 184000 ريال قديمه هذه زوينه ها انت واحد البراسي تا هو زوين براسلي رومي ثمن لا حياة تفادك تفادك يحيى تفايض تفادك هذا البراسي تفايض 30 ثانيه الاولين 6000 درهم 600 اورو هذا البراسي هذا 600 اورو 120000 ريال لا راه حياة اش درتي 6000 درهم بغيت نعرف واش نجي عندكم ولا تسيفطوا اللي بغيتي اختي امينه بغيتي نسيفطوا لك بغيتي تجي عندنا حنا كنليفريو جميع المدن المغربيه 6000 درهم 600 اورو 120000 ريال خربقوا في الضوال البنات مليكة ها اللي غتفيد هذا كاري هذا اللي ورايا 6000 درهم الاخرين حتى هما خاصك دير شي لايف اشنو هي ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك الخير اختي ليلى شكرا بزاف جاوبني شحال من شحال من غرام في المضمه اين وحده فيها هادي اخ انا نقول لك اختي يفول كيما يلنا يفول كي خير الحمد لله كل شيء يفول كيا قد يربي غير الفلوس هذا كيدير 6000 درهم هذا رومي شوف كيتلبس بحال هكا زوين 6000 درهم 600 اورو 120 البرومو غادي نوجدو لكم دابا البرومو صراحه عندنا كاين جوج المشاكل اللي عندنا دابا في البرومو عندنا كاين واحد المعرض في مراكش بغينا نشاركوا فيه ياك ان شاء الله الا يسر الله الامور وعندنا مع البرومو ما عرفناش كي غنديروا لهم باقي تنفكروا كيفاش غنسبقوا البرو واش غنسبقوا البرومو ولا غنسبقوا حتى من ورا راس العام نديروا حتى تقول لينا شنو غنديروا السلام عليكم جيت عندك تخزنتي فين تخزنت انا ولا شكون اللي تخزن لالتهم الو السلام عليكم تخزنها ما كتخزن ما ولا كاع اللي شوف اللي كاع تودرتي كنبيرو حدايا دقي عليا لا سميتي دقي عليا ما في ما عندي فين تخزن في مراكش مراكش كاين واحد البخومو في معرض الدولي للساعات والمجوهرات غيكون في كاين نهار الاخر ديال الشهر هذا 28 29 30 كاين 6000 درهم هذه هي 6000 درهم 600 و 120000 ريال كاين هذا 3900 درهم ماشي شغلنا دير لينا البرومو راه حنا كنتسناو ان شاء الله الله صافي غير وجدي الفلوس وحنا معك ان شاء الله قول لينا سبقنا البرومو واخا ان شاء الله مساء النور سي حسن من المانيا جبتي السلسله لامريكا لا مازال ما هذاك ربي على نظم اشنو هي 200 درهم
شنو 200 درهم؟ لا لا بالعكس، معرض في مراكش فينا بلاصه والله، كاين في واحد لوطيل والله مازال نقول لكم نعطيكم العنوان ديالهم. هذا نقراهم واخا نقول لهم. هذا 3700 درهم، 370 اورو. اها غيكون ان شاء الله في مراكش. هذا البراسي ديال المشاربي حتى هو زوين، الثمن ديالو غيكون 3300 درهم. هذا مازال، هذا الثمن ديالو قلنا 3300 درهم. نسبقوا البخوم واخا لا لا 330 اورو 66 الف ريال. هذا 3300 درهم 330 اورو، ها انت 66 الف ريال. هذا البراسي ديال المشاربي القياس ديالو 5.4، حتى هو زوين هذا. نعم هذا هو، هذا صاوب معنا ان شاء الله. نصايب معاك في البابيون، قالت لي هذا هو البخومو الله يما كراني ان شاء الله باذن الله. حتى البخومو، حتى البخومو نقصوا فيهم ان شاء الله. انت واحد لك اختي واعر، شوف ولكن هذا شو كيفاش داير، ما عمرنيش شحال هذا البغاصلي. هذا داير بحال شي اوفال، البراسلي اوفال. ها انت واش مولا تاخذ منتو بحال هكا، ما عرفتش. شوف ها انت هذا بحال البلا، جا بحال البلا هذا البراسلي. هذا كاين واحد كاين واحد الخدمه هذه ديال برا كيكون بحال هذه الخدمه هذه، ولكن هذا غير ديال البلاد. هذا هو ديال البلاد زوين. هذا الثمن ديالو كيدير 6800 درهم، ولكن خدم واعر صراحه، الخدمه ديالو واعره. 6800 درهم 680 اورو 136 الف ريال، القياس ديالو 6.1. ها انت هذا البراسلي هذا زوين. كاين هذا البراسلي حتى هو بحال شنو هذا، واحد واحد الشكل هذا شنو هو. الثمن ديالو كيدير 4500 درهم 450 اورو. هذا رومي، هذا 450 اورو. جبت عمر ومالك المراكش ان شاء الله نجيبهم ان شاء الله. مازال ما هذاك الله السي حسن 200 مليون. لا الله بغيتها سكينه، جيبي 200 مليون وجي نبيع عليك. يلا ماشي مشكل، انا غندير لكم في البخوم ان شاء الله. هذا كندير لكم 4500 درهم 450 اورو 90 الف ريال. المشاربي هاك الو. ها انت كاين هذا ديال الاكس، هذا كيدير 7000 درهم 700 اورو 140 الف ريال، القياس ديالو 5.8. خويا حسن شحال بولحيه؟ بولحيه اختي كيدير 55 الف درهم. الفان كليف 15 غرام، شحال ما عنديش هاد 15 غرام. كاين هذا ديال سميتو ديال ليبرا، ها هو. واش عندك الحرق ديال لويزا الفروج؟ لا والله ما عندي دابا. لا 55 الف درهم. هذا كيدير 6600 درهم 660 اورو 132 الف ريال. هادو كلهم اللي بغاصلي رومي. حلقه ديال لويزا صغيره؟ لا لا، هادوك ماشي لويزا صغيره، هادوك كيقولوهم ديال ربوعه. ها انت كاين هذا اللي سولتني قبيله على الدبليج. نعم اختي هو هذا. ها ما كاينش شي معرض في طواني ان شاء الله. ان شاء الله علاش لا، ها يديروا شي معرض يعيطوا لي نجيو عندكم. هذا الثمن ديالو حتى واحد. سير الصابون، مش عايز الصابون، الدبليج من فوق الصويري. ها هو سلسله الزريعه كاين. لا حصاد لا مشات تباعت. هاد واش نضم شحال فيها من غرام؟ هذا اختي فيها 235 غرام، هذه 235 غرام اللي فيها. هذا الثمن ديالو كيدير 23500 درهم 2 مليون و70 الف ريال، ولكن راه قديم قديم قديم. هذا ها هو قديم 2 مليون و70 الف ريال، فيه 40 غرام تقريبا، القياس ديالو 7، قياس كبير. هذا دبليج سامبل بالنسبه لي، كتقلب على شي دبليج. وحسن المضمه شحال فيه غرام؟ 235 غرام في المضمه 235. هذه دايره 11800 درهم مليون و36 الف ريال، 1000 1100 اورو 1180 اورو سامبل، القياس ديالو 7. ها هو هادو كلهم قياسات 7، الناس اللي كتقلب على قياس كبير ما كتلقاش. ها هو هذا فرادي، هذا بوحدو واحد. وعندي واحد حتى هو المبروم، ها هو الناس اللي كتبغي غير دبليج واحد، هو هذا مبروم واحد. من بعد الا بغات تكمل عليهم السامبل، من بعد الا بغات تكمل مرحبا مرحبا بك. نهار العيد عندي انا انا بعدا نهار العيد، الله يعطيك الخير. مهمتي بعدا راكي عرضتي عليا نهار العيد، ماشي مشكل. نعم صافي سامبل دك لي براسي حسن.
هاك انت هذا ديك لي براه البراسي لي برا قياس راه طيروه قياس ديالو 6 6 هذوك ديال لي برا القياس ديالو 6 جا صغير راه لي ها هو قالت لك عند الملكه مازال قياس ديالو 6 مولا جا صغير وقيل عندي واحد السلسله ديال الرويال ها انت وعرفت السلسله رويال كاينين جوج ديال السلاسل كاينه هذه رويال هاي هذه رويال هذه سيركل ما كديرش الطول ديال السلاسل هذه كدير 13800 درهم 13800 درهم مليون و 76000 ريال ها هي رويال قليله هي فين كتجي هذه هاي شوف لينا شي كورنيج شي شنو ليبرا هاك ها هادي الثمن ديالها مليون و 76000 ريال وي الطول ديالها مليئه سلمى عفاك 1380 اورو انا غنقول لكم الطول ديالها براسي واش شي براسي مشبك ومغلف ها انت واحد لونصوب حتى هو زوين ها واخدين عندي واحد السيده كبيره ها انت اه 3800 درهم هاد لونصوب كامل داير 8300 درهم 830 اورو هادي فيه مارغريت هذا شوف فيه مارغريت فيه الخاتم والحلقات والسلسله والعلاقه هاي 380 اورو 830 اورو 186 الف ريال انا متابعة للجميع اللايفات ولكن يجيب الرق باش نشري ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك دابا انت كتفرج في جميع اللايفات والله حتى كان بالعكس ملي كتفرج في جميع بالعكس باش تعرفي البياسات زوينين فين كاينين باش تعرفي لي شويه الثمن كيختلف ولكن على حسب السلعه اشنا هي دابا انا كنعرض واحد السلعه بواحد الثمن واحد اخر كيعرض بواحد الثمن فهمتي ولكن اشنا هي السلعه كتختلف البياسات كيختلفوا واش عندك في جديد كارتي خدمه ديال اوريجينال فقسطيني وجاوبني كاينه اللي بغيتيها كاينه شحال 80 سنتيم هذه فيها 80 سنتيم في الطول راه طويله 80 سنتيم تخمل لا والله ما عندي لا كانوا كيكونوا عندي قدام قلال السنسر رويال واش شبعت راني بغيتها الله يخليك تريزيرفات عند مالكه ها هي فيها 80 سنتيم في الطول وكاينه هذه هذه حتى هي دايره هذه دايره 18800 درهم 1880 اورو مليون 1880 اورو مليون و100 مليون و186 96 الف ريال ها هي ولكن دي ثقيله فيها 29 غرام ها هي دي ثقيله هذاك عطاها ليها بالصحه والراحه اللي بغات النبله هو هذا مغلف بغيت نشري ولكن الله يجيب الله يجاوبنا في التليفون الله لا فضمه كيجاوبوا في التليفون راه حتى انا لكم ثلاثه النوامر خذ نوامر فاطمه مزيان خذ ديك النوامر خريله حداك وشحال سولتيني على الثمن ديال المضمه حتى سخفنا وانا ناري قلت لك المضمه راه من الصبح انا كنقول لكم الثمن 19 مليون 19000 اورو انا لا 19000 اورو هذا خصني نعلقهم هنا باش انت 19000 اورو عباد الله واني 19 مليون 19000 اورو يلاه جيبي الفلوس غدا واش المفتول واخا انا نوريك اختي المفتول انا نقول لك المفتول هو هذا الثمن ديال المضمه انا قلتها لك انا بلا ما تكتبي بالاحمر بلا ما تمشي بلا والو خاتم الفان كليف لا لا مريج فان كليف لا ها انت المفتول لا لا هو هذا القياس ديالو 6 ونص الثمن ديالو 9000 درهم 900 اورو ها هو لا فاطمه فاطمه 9000 درهم هاك مضمه شحال حسبتي الجرام هذا البابيو هذيك لا 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 ما تحسبيش شحال الجرام هذه دايره الثمن ديالها 10500 درهم مليون و10000 ريال 1050 اورو هذا نبله واعره صراحه والله حتى واعره هذه مفينيا والدب ديالها احمر زوين ومغلفه الساعه اللي في يدك هذه الا بغيتها نبيعها لك هاي الله بغيتها ماشي مشكل هذه الثمن ديالها 10 مليون 10500 درهم لا 1050 اورو هاي 1050 اورو هذه تليفون كيسوني ولكن الله شكون شاد التليفون اعطيهم اعطيهم فاطمه الزهراء جاوبت ولا جاوبت انت راه كتخليهم شاده راه كيسوني وراه كيسوني ما كيسونيش احد 3700 درهم 370 اورو ولا عيطوا يحيى هذا 7000 درهم
وجاوبنا سيدي حسن وداوود شحال السنه ديال ابو لحيه هذه دايره نوال دايره 5500 اورو 5 د المليون اونص ابو لحيه 5 د المليون اونص هات الحياة هات الحياة ماشي هانت واحد شنو هي شنو هي 5700 درهم 570 اورو داز داز نبالك كيفاش دايره هادي هادي وقلي لي دوزت هادي هادي سامبليك مخرمه هي هادي مخرمه ما فيها لا حجر لا والو ياك هادي الثمن هاد البراسي هذا قياس صغير هذا البراسو 5.3 زوين هذا مشرط ما فيه لا حجر لا والو الثمن ديالو كيدير 5700 درهم 570 اورو الجراماج فيها 114 ريال ها هو 5700 درهم كاين هذا تا هو زوين رومي خفيف ها هو كيدير 3000 درهم 300 اورو 160 اللي كتبغي شي براسلي تسخروا تسخروا من حدايا البنات راه كديروا الصداع سي حسن عافاك السلسله رويال الله يخليك الا ما تبعش بغيتها اختي الله يعطيكم الخير لي كومونتير ما كنشوفش لي كومونتير شكون اللي معايا راه من الاحسن تعيطوا في التليفون هذا الثمن ديالو كيدير 3000 درهم 300 اورو 160 الف ريال 300 اورو 160 الف ريال 3000 درهم هادي هادو كلهم براسليات قياس صغير هذاك ها هما الثلاثه هادو ياك عاد لي جدا زوين بالنسبه لي كنت كتبغي ها هما هاد عندي الثلاثه هادو بالنسبه هادي الناس اللي كيبغي اللي كيبغي بحال هاد الشكل هذا هادو هاد الثلاثه قدامين هادو هادو يزيد فوق من 70 عام ولا 80 عام هادو الثلاثه هادو الارشيف هما دول الارشيف ديال سمي لونتيك داكشي القديم هادو هادو جداد ها هو هذا حتى هو خلينا نكمل لكم البراسيات راه كاين البراسيات باقي مشرط تاخذ سلمى ها هما البراسيات كلهم ها انت كاين هذا زوين هذا البراسي هذا اوغوز اختي الكورميطه ديال الخريشات صراحه تباعت الا كانت قبيله هادي الثمن ديالها 3800 درهم 380 اورو 380 اورو 76 الف ريال القياس ديالو 5.4 اوغوز في الاحمر ها هو 3800 76 الف ريال 380 اورو القياس ديالو 5.4 كاين هذا ديال الجاكوار الثمن ديالو شحال كيدير الثمن ديالو كيدير 12000 و 12200 درهم 1220 اورو هكا هو هذا مليون مليون و 44 الف ريال ها هو الجاكوار الحجرات خضرين اللون ديالهم والقياس ديالو 6 الرادكو نشوف لك اختي الرادكو والله ما عرفت شوف هذا الانصومبل علاش ما خديتوش هذا زوين هذا الانصومبل 8200 8300 درهم 166 الف ريال خي جاوبني على البراسلي ديال اليد بحال النبله مشبك مغلف لا لا ما عنديش عرفت انت شنو بغيتي لا لا هذاك ما عنديش لا صراحه هذاك ما كاينش انا تنشوف لك ولكن محال واش بان ليا بغات واحد النبله مشبكه مغلفه كاين هذا انت هذا براسي هذا كيفاش كيتحلها هذا راه كيتحل بحال هكا شاطر واحد البراسي طاح كاينه هذه وهذه طاح في الارض ها انت هذا بحال بحال الصمت هذا كيتسد بحال هكا ها انت براسي كيدير الثمن ديالو 7700 درهم 770 اورو 154 الف ريال سبعة آلاف وسبعمية درهم سبعمية وسبعين أورو مية وربعة وخمسين ألف ريال سنسار رويال لا سنسار رويال كاع بغيتوها لا لا مش هاد سنسار رويال تباعت سنسار رويال كان هاد البراسيت هاداك النهار هو هذا كيدير 5200 درهم 520 أورو نشوف الكروميت ديال الخريشات لا لا مكايناش حالا الكروميت ديال الخريشات لا والله مكاينة تباعت دوزت زوج هاداك تقيلة وهاد الخفيفة راه مشاو مريزيرفين عند البنات 520 أورو بلدين لا مازال ما دوزش شي 3 بلدين لا 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 3 بلدين 3 بلدين هما هادو هاهما هادو الثمن ديالهم كيديروا 18000 درهم 1800 اورو 18000 درهم مليون و160 الف ريال
ولكن القياس ديالهم قياس صغير شويه، هذا شي 5 تقريبا 6 5 5 هادو قياس صغار. 1800 الاورو، مليون و100، مليون و160 الف ريال. وكاينين هادو هما ثاني، هادو زوينين، هادو فيهم الصفر والاحمر والبيض، وفي نفس الوقت هادو غير منقوشين من الفوق هادو، والثمن ديالهم كيديروا 27500 درهم، 2750 اورو، جوج المليون و150 الف ريال. القياس ديالهم 6.2، القياس ديال هادو 6.2. اشني هي البراسه اختي؟ والله ما عرفتش، واحد اللي كتهضر عليها. لا لا ما كاينش، لا 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 ما كاينش. ها انت هاد البراسه حتى هو زوين، هادو الثمن ديالو كيدير 5000 درهم، 500 اورو، 100 100 الف ريال، ها هو 5000 درهم. زوين القياس ديالو 5.5، هذا مشبك من هنا وفيه الحجيرات من هنايا. ها انت عاتني هاد البراسي، هذا زوين، الثمن ديالو هذا موج، الثمن ديالو كيدير 10500 درهم، مليون و10000 ريال، 1050 اورو. كاين هذا ديال ليبول حتى هو الثمن ديالو كيدير 7200 درهم، 720 اورو. هذا كيتلبس بحال الكورميط، هذا الشيء راه كيتيرا، ها انت بحال كيتجمع. الثمن ديالو 7200 درهم. هذا اي قياس يلبسو، قياس صغير كبير، حيت علاش فيه هاد الزياده هذه؟ ها هي السداده الخريصات فيما بغيتي تسد، 720 اورو. الله يبارك فيك اختي، شكرا لك بزاف. كاين هذا تاهو زوين رومي، الثمن ديالو رخيص، هذا 5100 درهم، 5100 درهم، 510 اورو. القياس ديالو 5.8، ها هو 5.8. كاين هذا ديال ليبول، الثمن ديالو 6100 درهم، 610 اورو. دوزت هادو وهادو، 6100 درهم، 610 اورو، 100000 ريال و 22000 ريال. ها انت كاين هذا هو بحال شكل بلغاري. خويا حسن شحال المضمه؟ المضمه اختي دايرين 19 مليون لوحده، 19000 اورو. هادو هما البابيو القدام، هادو قدامين، الله يحفظك. ها اللي بغات الشوكه هو هذا، هي واحد الشوكه اختي زوينه، دايره 11200 درهم، مليون و 24000 ريال. 1000 ديال لي بول هو هذا اللي بحال الكورميت ياك، هادو تما دازو. هذاك دازو 10200 درهم. هادو دوزتهم ثلاثة، هادوهم هادو كنت بالج، هادو 11200 درهم. ديال لي بول راهو عند ملكة، هذا كيدير 11200 درهم، مليون و24 الف ريال تا هو. هذا القياس ديالو 6.1، هذا 6.1 القياس ديالو. هانتي واحد هادي العلاقه ما فيهاش، كاين هاد العلاقه مازال ما درناش ليها الثمن، هي زوينه وقديمه حتى هي. نعم اختي شنو هي؟ الله يحفظك، والله ما عرفتيني واحد اللي كتهضر عليها. هادي بوندونتيف، هادي هانتي واحد البالمي اللي سولتني قبيله على واحد البالمي، هاهي دايره 7800 درهم، 780 اورو، 700 واحد بحال بلغاري هو هذا. دوز القياس فيه 6، 7850 درهم، 785 اورو، فيها 40 سنتيم في الطول. لي تخوا بغاسلي عندك شي حاجه اوغوس كاس غير، انا ولا الدبليج اللي عطيتك قبيله؟ لا ما كاين هذا، هذا اوغوس، هذا رقيق، هذا كاين واحد الكلو، ها هو كيدير 7400 درهم، 740 اورو. نعم بارمي، ها هي شحال؟ نعم 740 اورو، 148 الف ريال. القياس ديالو 6، كاين هذا وكاين واحد اخر زوين حتى هو، والثمن ديالو الكلو حتى هو اوغوز وبيان فيني، هذا ثقيل ولكن هز ذهب، كيدير 6500 درهم اوغوز. هذا حتى هو القياس ديالو 6، انت كاينين جوج، واحد كيبان لك عامر، هذا دابا كيبان لك غليظ، ولكن هذا خاوي من الداخل، هذا رقيق ولكن هز ذهب مجموع قاصح. هاد القياس ديالو 6، ها انتو هادو كلهم براسي دوزتهم لكم. ها انت دوزت لكم هذا، دوزت لكم هذا، دوزت لكم هذا، دوزت لكم هذا، هذا دو كلهم دوزناهم كلهم، هادو هذا هاهم دو كلهم براسي دوزتهم. كاين هاد البلوان، ها انت زوين هذا البلوان، الثمن ديالو هذا كيدير 4400 درهم، 440 اورو، 440 اورو،
88 الف ريال القياس ديالو 5.6. ها هو تا هو نزيدو هنا كاين هذا بالنسبه لك تبغي شي براس لي بلدي كلو اوغوز. ها هو كاين ها هو يا كانت كاين هذا كيدير 7500 درهم 750 اورو 150 الف ريال القياس ديالو شحال القياس ديالو 5.5 زيد. ها هو وكاين هذا اخر عاوتاني باللوينات كلهم هادو هذا كيدير 6000 درهم 600 اورو 120 الف ريال القياس ديالو حتى هو 5.8. هما دوك كلهم براسليات اللي كاينين اليوم نوريهم لكم. شكرا. اش خذت الملكه سلمى هذا كيدير 8000 درهم حتى هو دار ادفيرزاتشي هذا قديم ادفيرزاتشي هذا ديال كيدير 8000 درهم 800 اورو 160 الف ريال. ها هو زيد شنو اخر مازال كاينين وكاين هاد الثلاثه هادو ثلاثه روميين. ها هو اللي فاش هو لا هذا ها مع البراسيات يلاه مع البراسيات كيتباعوا دابا شوف البراسيات اللي بغيتو كاين هاد الثلاثه هادو كيديروا 13500 درهم مليون و50 الف ريال مليون و70 الف ريال براسلي اللي فوق اللي فيه جوج الكرو الكبير البراسلي اللي فيه جوج ما عرفتش واحد اللي فيه جوج اللي فيه جوج اختي اللي فيه جوج اللي فيه جوج كاين هذا ها هذا اللي فيه جوج هذا كيدير 10500 درهم مليون و10 الف ريال القياس ديالو 6. كاين شي طانكي لا لا طانكي اختي والو الطانكي شحال ما كيسولني عليه الطانكي هادو من البراسيات هما كلهم دايزين ها انت عندي واحد لونسومبل واعر ها الو لا لا السيد صايبو جديد واحد السيده وما خدمتوش من عنده باعو ليا واحد مول معمل ها واحد اش هذا شنو هو فان كليف وفي ديبو هذاك صغير كيس صغير 5.5 هذا لونسومبل هذا كيدير 31000 درهم فيه الخاتم انت الخاتم والحلقات والكولي حتى اللي بغات الكولي والحلقات راه نبيعو ليهم ماشي مشكل كيديروا الثمن ديالهم 3,020,000 ريال 3,100 اورو ها 31000 درهم 3,100 اورو هذا لونسومبل هذا كاين واحد لونسومبل هو في البيض ها هو بحال الخدمه ديال الديامون ها هو الثمن ديالو هذا كيدير 16000 درهم 1600 اورو فيه الكورميت الخاتم ديال لانفينيسيا كل لونسومبل ديال لانفيني الثمن ديالو 1600 اورو مليون و120 الف ريال براسليات رومين هما اللي دوزت قبيله براسليات رومين هما اللي دوزت غادي نوريكم شي خواتم هانت اللي بغات واحد الكورميطات الخفاف كاينه هذه دايره 1500 درهم 150 اورو 30 الف ريال كاينه هذه كورميط في البيضايه كورميط بيضاء الثمن ديالها 1600 درهم هذه فيها حجيره هنايا حجيره صغيره هنايا 1600 درهم 160 اورو 160 اورو 32 الف ريال وكاينه هذه حتى هي دايره حتى هي 1650 درهم 165 اورو وكاينه هذه ديال الطروات دي دايره 3100 درهم ها هما كورميطات ثلاثه اربعه بقى لينا غير الكورميطات الله يخليك ها هما الكورميطات اختي جيتي فيهم هي هذيك ها ها انت ها الكورميطات ها انت ها ياك وكاينه هذه هي كورميط ها هي هذه الثمن ديالها كدير 16000 درهم 1600 اورو هذا البلدي كيدير 31000 درهم ها هي 16000 درهم هذه ميليسباس الله هذوك كلهم كورميطات هما هذه الثمن ديالها 4650 درهم 465 اورو 31000 درهم هذا 4500 درهم حتى هي 450 اورو 450 اورو 90000 ريال وكاينه هذه دايره 11300 درهم ياك ها هما حيد حدايا حيد محدايا سلمى وكاينه هاد الكورميطه هي دايره 1500 درهم 150 اورو كورميطه خوات ديها هي هي هذه خوات دي دايره 3100 درهم 3100 اوكي ها هما دوك كلهم كورميطات اللي حطينا دابا هما اللي كاينين اليوم في الهميزات هانت الله يخليك واش كاين شي رادكو لا لا رادكو اختي ما كاين السناس نشوف لك السناس اللي باقين اه اوكي اه هادوك 19 مليون لمضام 19 مليون هانت واحد الكولي تا هو شحال داير هذا واحد الكولي كيدير 10600 درهم هاو 10600 درهم مليون 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 و10000 ريال
لا يمكن. مرحبا 1060 اورو. هذا بحرادكو هذا كيتي بس بحرادكو. وين نايمه؟ 10600 درهم. مليون و 12000 ريال. اييه. بغيتي؟ اه. وكاين هذا الثقيل هذا، ثقيل هذا كيدير 25000 درهم. 25000 درهم، 2500 اورو جوج دميون ونص. هانتي واحد الحويله قدتهم ديال فيرزاتشي دايرين 1400 درهم. 140 اورو 28000 ريال هذه ديال فيرزاتشي. اه كنصيفطوا في الامانه، في الامانه كل شيء في الامانه كنصيفطوا. ها كل شيء كيوصل حتى لعندك. هادي دوزتي؟ لا اللي دوزت لا. شناهي؟ 1500 1500 درهم كرميد؟ ماشي 1500 اورو؟ هاديك اللي فيها بحال الكوريزات. 1060 اورو واقيلا هاديك اللي ديتي. زيد شنو هي هذه؟ عندي واحد السنسه ديال فيها الله ها هي شنو هي؟ ها؟ فيرزاتشي هما هادو هاك. ها انت هذه الثمن ديالها دايرين 2900 درهم 290 اورو 2900 درهم 58000 ريال. لا خيط الريح اختي والله ما كاين خيط الريح لا خذته الكرومي ديال 10600 عند مالي عند سلمى عند مليكه. باقي لي الخواتم بلاتي نوريكم الخواتم اللي باقي لي ها هما. بلاتي نوريكم هذا هانت كاين هذا الخاتم هذا الثمن ديالو كيدير 4400 درهم. زوين هذا الخاتم هذا 4400 درهم 440 اورو 88000 ريال. كاين هذا حتى هو الثمن ديالو 2950 درهم 295 اورو 59000 ريال. لكن هذا واعر هذا 4500 درهم 450 اورو 90000 ريال. ها 4500 درهم 450 اورو. كاين هذا ديال الطروات ديتا هو الثمن ديالو 2700 درهم 270 اورو 54000 ريال. وكاين هذا المارغوريت هذا هو كيدير 3400 درهم 340 اورو 68000 ريال. عندي وحده في واحد الحجرات ديال الامرود حرين وفيها وفيهم البتيديام صغيورين هذا كيدير 4000 درهم 400 اورو. ها هو 4000 درهم ولكن فن هذا. شوف الحجرات ديالو حرين الخضرين وعاد فيهم البتيديام صغار حتى هو كيدير 4000 درهم 400 اورو 80000 ريال. وكاين هذا ها هو زوين هذا كيدير 3300 درهم 330 اورو 66000 ريال. اللي كيدير هذا كاين هذا هو البراسي ديال تو فيرزاتشي كيدير 3700 درهم 370 اورو 74000 ريال. هذا ها هو 3700 درهم. وكاين هذا الثمن ديالو 1600 درهم 160 اورو 32000 ريال. ها هو 1600 درهم 160 اورو 32. نعم اختي شنو هي؟ بقا تقول لنا بالاورو على حسب الصرف. وراه ديما تنقولها لكم الاورو على حسب الصرف. ما بقاش تقولوا لي بما تقولوا الاورو حسبوا على حسب الصرف. سمعتي؟ شحال؟ 1000 ريال؟ ها هي كاينه فائده الكرسي. فينا هي فينا هي اللي حطيت دابا ها هي هاك ها هي ها هادو كلهم خواتم. وكاين هذا في البيض دابا البيض هو اكس دابا البيض كيدير 3100 درهم 310 اورو 62000 ريال. ها هادو كلهم خواتم. نعم هذا هاك ها هو لونسومبل لانفينيا وباقي. شي واحد اخرى ديال 3000 درهم هنا واحد هادو 3300 درهم هذا 3300 واش هذا؟ فيها بحال جوج ديال الخواتم ملاصقين. وكاين هذا ب 3000 درهم ها هو وهذا عاوتاني ها. عطيني هذاك ب 3000 درهم في السبع الحتاني هذا. هو اللي بغيت. اللي بغيت فين اللي بغيت فين اللي بغيت؟ ها 3300 هذا 3300 واخا 3300 ياك. اي داير. ها هو عند مليكة عند مليكة وهو هو. ولا ماشي هذاك راه في غير بحرادكو. في البيض والصفر. مليكة وريها وريها. ها هو هذا هو هذا خويا حسان عافاك مشيت نكمل طياب ما عرفتش واش حطيتي السنسله بيضاء الذهب اللي قلت لك كاينه. لا مازال ما حطيتهاش مازال مازال. حسان عطيني هذاك الابيض. الابيض هذا واللي وراه هاك ها هو شنو اللي وراه هذا هذا وهذا الكبير هذا هاك اختي
هاك هذو كلهم باقين. ها هو هذا 1600 درهم، هذا 160 اورو فنا، هذا 1600 160 اورو 32000 ريال. وكاين هذيك اختي هادو هما دايرين 2650 درهم، هادو زوينين هادو 2650. هادو بحال كارتي اوريجينال، هاد الكارتي جرا دايرين شي مليون ونص، هما غير عاديين في الذهب دايرين 2600، ولكن راه قياس صغير 2650 درهم 265 اورو صغيرين هادو فنين. هذا 3000 درهم 300 اورو. ها انت كاين هذا حتى هو الثمن ديالو 1350 درهم 27000 ريال 135 اورو. وكاين واحد الكلو اوغوز، ها هو خاتم كلو اوغوز الثمن ديالو كيدير 2650 درهم حتى هو 265 اورو. ها هو 265 اورو 265 اورو 53000 ريال. وكاين هذا تيركواز اللي كتبغي هذا الحجر، حيت كاين نوع واحد الناس ديال واحد النوع ديال الناس عزيز عليهم هاد اللوينات ديال الحجر. نعم ديال التيركواز هذا قليل باش تلقى هذا. لا السطوار، السطوار لا لا ما عنديش السطوار، لا والله ما عندي. وكاين هذا تا هو الخام تا هو سامبل ما فيه لا حجر لا والو، ها سامبل الثمن ديالو كيدير 3900 درهم 390 اورو، ولكن القياس ديالو واحد فاصلة، حيت هذا ما كيتزاد ما تيتنقص. 3900 درهم 390 اورو هو هذا. ها ايوا وكاين هذا المارغريت حتى هو كيدير 1450 درهم، ها هو 1450 145 اورو 29000 ريال. ايوا هادو هما الخوات تقريبا اللي عندي. لا شي سطوار، لا سطوار لا ما عنديش. هو هذا ها كرافاج بولحياك، هو هذا ها هو كرافاج بولحيا اللي درت لكم اليوم، هو هذا. ها انت دابا الابيض كيصفر وما كيبقى ابيض، على حسب كاين اللي كتلقاه بيض اوريجينال تيبقى ما كيبقى كيبقى ما كيطرى ليه والو، وكاين اللي كيتبدل الا كان مرودي. التيركواز، التيركواز هو هذا، ها هو الثمن ديالو هذا كيدير 7600 درهم 760 اورو 152000 ريال. اه 152000 ريال هذاك. يا واش الاخر كاين هذه الشوكه هذه قديمه هذه، شوف كي دايره واعره واعره هذه، شوف الشوكه ما ديال التاج، هذيك ولا الشوكه ديال التاج ما غاديش تلقايها نهائيا. يا واش الاخر مازال عندي هذه الحلقه ديال الفان كليف، ها هما دايرين 3200 درهم 320 اورو، ها هما 320 اورو 64000 ريال. كاينين هادو تا هما هاد الحلقات، ها هما كيديروا الثمن ديالهم 7800 درهم 780 اورو 7800 درهم 780 اورو 156000 ريال 156000 ريال. وعندي واحد البياسات ديال الجوهر، فين هو نوريكم هذا الجوهر، نسوي الجوهر ها هو هذا البياسات ديالو، ها هذا الجوهر، هذا الجوهر دابا هذا قديم حتى هو هذا، شوف هذا الجوهر اللي كانوا بكري كيصايبوه كيصايبوه كيديروا ليه هاد البياسات من هنا، عاد كيديروا ليه هادو كيديروا ليه هادو عاد هذا دابا اللي كنصايبوه هنايا كنصايبوه حنا كنصايبوه له غير هادو ولتحت، بكري كانوا كيصايبوه بحال هكا شتي اللي كيديروا الطريقه هذه. دابا هذه ها هما عندي اللي عندها الجوهر بغات تصايبو، عندي هاد البياسات هما قدامين فيهم هاد الجوج هادو نوريكم فيهم هاد الجوج، وفيهم هاد البياسات اللي كيكونوا في الجناب غادي نشرح لكم صافو. دابا هذا هو بحال دابا هذا هو هذا، والبياسات ديالهم هادو كاين هاد الجوج وكاين هادو هادو كيديروا في الجناب، ها هما هادو كيديروا في الجناب هادو كيجيو بحال هكا. اللي عندها الجوهر بغات تصايبوه راه نصايبوه ليها، ها هو اللي عندها هي بغات تصايبوه كي هادو كيجيو في الجناب بحال هكا، وهادو كيجيو في هادو كيجيو هنا كيجيو بحال هادو اللي هنايا. المهم هاد الربعه هادو كيديروا الثمن ديالهم 15500 درهم 1500 درهم قدامين الدبر القديم اللي عندها الجوهر قديم كيجي فيهم واعر 1550 اورو مليون ونص و 10000 ريال. ها هو 15500 درهم. وكاين هذا نعم هذا الجوهر هذا بحال هكا، كاين هذا باللوان وكاين هذا في الابيض. الشوكه ديال التاج كاينه، كاينه ديال التاج اه غدا ان شاء الله ها هو هذا
هادو كلهم هادو النظام اختي البابيو هادو هما اللي عندي هاد الزوج هما اللي كاينين هادو كيما قلت لك يلا خديتهم هاد السيمان هادو دايرين 19 مليون لوحده نعم هذا ابو الحياه صغير داير 55000 درهم 5500 اورو ولكن هذا قياس صغير 5500 اورو 5 مليون 5 مليون ونص المغلبيه راه كيكونوا 6 مليون 7 مليون بحال داك اللي دوز ديك المره هذا ابو الحياه قديم حتى هو ابو الحياه قديم هذه التاج ولكن داير 6 مليون 60000 درهم 6000 اورو هاي هاي هي هذيك جيتي فيهم قد قد مازال عندي هنايا شحال في الساعه درنا درنا شي ساعه وشي حاجه عصير الصابون اختي راه هما اللي وريتكم فهم فاطمه الزهراء ديك المدي عصير الصابون راه هما ليا هذوك اللي حداك بسم الله تيركواز ها هو تيركواز كاين كاين توري ها هو الثمن ديال الجوهر واش غالي الجوهر بالنسبه لهذا الجوهر اللي عندي هذا حيت فيه الذهب داكشي علاش غالي تا هو راه كيدير شي واشي 15000 درهم واقيلا حيت علاش فيه هاد البياس هادو فيه هادو دير شي 15000 درهم ها 1500 اورو ولكن الا بغيتي انت تصايبي غير هذا وتصايب هاد البياس هادو كيتقاموا كيتقاموا خفاف دابا على حسب البياسات اللي شحال فيهم هذاك هو اللي كيغلي شنو هي لا 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 السلسله بيضاء عطيني شي سلسله بيضاء اختي عندك هنا واخا انا نوريها لك حلقات كحل لا الفان كليف اللي عندي عندي في الخضر ماشي في الكحل كيديروا 3200 درهم 320 اورو لا خويا بلال الذهب ديال الرجال بحال اش تبي في الرجل ما عنديش شي حاجه ديال الرجل صراحه كاينه هذه كيديروا بحال هذه كيديروا الرجال هذه هذه ها وكاين لي فخيد كاين هذوك لي فخيد ديال الرجال عاوتاني دوك بوحدهم ولا توريا ها هو التركواز 7600 درهم ها ما استصف البيض ها ما كاينين هادو لا لا انت راه هادي تسي وكاينه هادي هي سي بيس زوينه هادي ها ايوا عرف هاد النجيمه الثمن ديالها الثمن ديالها كيدير 9000 درهم 9000 درهم 900 اورو 900 اورو 180 الف ريال بياسه واعره 9000 درهم 900 اورو بالنسبه لهادو بيضين اللي بغيتي انت ها هي هذه دايره 6000 درهم 600 اورو 120 الف ريال وكاينه هذه الثمن ديالها 4150 درهم 415 اورو القياس تيركواز القياس ديالو 1.7 هذا راه كيتزاد ماشي مشكل خاصك تخلص من عند الله يلا خصك تخلص من عندهم انا عندي ميسيكا باريس ديامو شحال يجيب ليا سهام خصني نشوف يا اختي ان شاء الله واش معي الفلوس واجي جمعي الفلوس ان شاء الله عافاك كرافاج اللي من وراك كرافاج اللي من ورايا فين هو من هذا هو كاين هذا راه كيدير 61500 درهم 6 مليون و 30000 ريال هاو هذا زوين هاد البياسه هادي ما غاديش تعاود تلقايها نهائيا بياسه وحده 6150 اورو كاين الا بغيتي هذا كاين موجود وكاين هذه المضمه ديال المجدول هاي المضمه ديال المجدول الثمن ديالها شحال دايره 72700 درهم 7270 اورو واخا تصيفطيه لسلمى ان شاء الله سي مرحبا هما كاينين هادو 7270 اورو 7 مليون 54 الف ريال ها المجدول ديالها هاي تجيب حركة راه زوينه هادي نعم اختي حلقات بولحيه لا 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 بولحيه والو ما كاينش فين هي بولحيه فين غادي تلقايها الله يهديك براسي في خيد براسي في خيد كاين في الجديد واقيلا لا تيجيو لي في الهميزات لا لا في الهميزات لا ما كاينش لا 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 ما كاينش في الهميزات وان شاء الله ان شاء الله كاين واحد شوف اللي كتبغي البيض واحد البراسي كراش في البيض هاو كاين هذا ديال الاكس في البيض الثمن ديالو 6800 درهم 680 اورو 136 الف ريال
وكاين هذا ولكن قياس كبير، راه قياس ديالو 6.7 بالنسبه اللي كتبغي الابيض وما كتلقاش قياسها. ها واحد 608 ديالو 12300 درهم، 1230 اورو، 1,640,000 ريال ديال تيفاني. تيفاني وسميتو كاينين جداد اختي هادوك، فين كاينين؟ ها هو اختي عصير الصابون، كاين هاد الثلاثه هادو هما اللي عندي ديال عصير الصابون واقيلا، لا هما اللي كاينين، ما عنديش شي وحدين اخرين. حسن كتعرف السلسله فرفاشه؟ فرفاشه كنعرفها ولكن قلال فين كيجيو هادوك. السلسله رويال عافاك، السلسله رويال مشات طيروها تباعد. العنوان ديالنا لا خديجه كنتواجدوا في شارع نورموندي في المعارف، كازا بلانكا، شارع نورموندي في المعارف حدا مارشي تسليك القديم، ولا شارع بيران زاران اللي قريب ليك. ما لقيتيش عيطي لينا، ها النوامر ديالنا حطينا لكم النوامر ديالنا لتحت. وبالنسبه للجروبات ديالنا، بالنسبه اللي باغي يدخل الجروب ان شاء الله راه غادي نبارطاجيو فيه الوقت اللي غنديروا، اللي غنديروا البرومو ان شاء الله. وبالنسبه للمعرض اللي غادي يكون ان شاء الله، شكون سعسن واش ذهب تركيا ولا ديال المغرب؟ بحال بحال لا فاتحه، بحال المغرب، بحال بحال هنا، كلشي عيار 18. علاش سميتو عصير الصابون؟ عصير لا هذا كيقول لي واحد السيده كتبات لي بانها كيسميوه عصير الصابون، عصر الصابون زعما، كانوا العيال ديال الكري كيعصروا الصابون باش يبينوا هذا، كيتسموه عصير الصابون. ها هما راه دوزتهم، ها انت كاين هذا الثمن ديالو كيدير 23500 درهم، 2350 اورو، 2,070,000 ريال. هذا القياس ديالو 7. هذا راه هذا تو كنخسر ردو تما هذا، ها انت واحد هو جديد هذا باقي زوين. هذا الثمن ديالو كيدير 14600 درهم، 1460 اورو، 1,092,000 ريال. القياس ديالو 6.2، هذا المنفوخ هاك. وكاين هذا الثمن ديالو، هذا كيدير تقريبا شي 32000 درهم، ما عرفت 33000 درهم، 3200 اورو. ها هو هذا. وكاين هذا كبير، هذا كيدير 71000 درهم، 7,020,000 ريال ان شاء الله باذن الله. هادو هما الثلاثه اللي كاينين دابا عندنا. لاله فاطمه شكرا بزاف، الله يحفظكم امين يا ربي امين. هادو هما عصير الصابونات اللي عندي، عصير الصابون هما هادو امين. راه قلت لكم الثمن، الثمن هذا كيدير 7,020,000، 7100 اورو. هذا كيدير 3,020,000. امتى بلاصه في مراكش غيكون معرض؟ لاله سعيده بالنسبه ان شاء الله غادي نقول لكم، راه قلت لكم دخلوا سميتو ديالنا الجروبات ديالنا، غادي نبارطاج لكم فينا بلاصه لادغيس فين غادي نكونوا، العنوة سميتو لادغيس ديال لوطيل فين غادي يكون ان شاء الله، وغنبارطاجيو معكم البخوم امتى غادي يكون. ايه ان شاء الله ان شاء الله، مرحبا. الله يحفظك امين، الله يحفظكم. شكرا لكم بزاف، وقيل هادشي اللي كاين وريناه لكم، بارك العين درنا شي ساعه وشي حاجه. دابا شحال ديال الدب الجرام؟ دابا الجرام دابا شي 510 درهم، 510 درهم يدير دابا الدب الجرام. وحنا في المغرب عندنا غير 18 الكره. اييها الصوره في اليوتيوب كتكون ناقصه، بالعكس كتكون مزيانه في اليوتيوب، بالعكس راه نتوما اللي غورميت ديال راد كل. لا ما عنديش، علاش دابا المغرب ما كيبغيوش يشريوه الذهبيه في الخارج؟ والله اختي ما عرفت، كيقول لك زعما عيرت، كيقول لك ناقص، وهذاك الشيء ما عرفت. شوف هما كيفاش كيشوفوه، جي به المغرب ناخذوه من عندك حنا. امين يا ربي امين، الله يحفظكم امين، كلشي زوين، الله ييسر لنا اموركم يا ربي امين. جاتني الفرده غزاله اول مره، بصح بصحتك لاله سليمه، بالصحه والراحه. النوع اللي في المضمه، ها انا نوريك المضمه اختي، هذا فيها امرود، هذا هو امرود الحر. ها شتي كيفاش دايرها؟ دابا هذه ما كتشبهش لهذه، هذه ما كتشبهش لهذه. ها انت شوفي عاوتاني، هذا كيبان لك بحال مهرس، هذا هو الحجر الحر القديم. هذا على سميتو الكرافاج بولحية، والله اعلم، هذه باقي ما عرفتش، خصني نقلب على هذه المعلومه. هذه بولحية كرافاج، ماشي مشكل السلسله، ولكن بولحية ما عرفتش. امين الله يهديك. اش من ذهب داير السيد كيبيع؟ انا غير كنبيع اختي، ماشي كنديرو. امين يا ربي امين. يلا شكرا لكم العيالات والبنات، شكرا لكم، الله يحفظكم، الله يستر لنا ولكم ان شاء الله. نمشيو نعسوا، ياه ورينا الجديد عفاك. الجديد ان شاء الله ماشي دابا، انا جايه من مراكش، هو جاي عندنا هنا. شوف جاي عندنا، انت من مراكش، مرحبا بك.
واش الذهب بغى يطلع الثمن؟ اه مازال الذهب بغى يطلع ان شاء الله. شكرا على الاجابه كتعجبني صراحه، الله يبارك فيك. والصراحه هي كلشي. شوف هذه ما تنقول لكم الشيء اللي ما كاين الصراحه راه ما كاين حتى حاجه. الصراحه الصراحه تكون زوينه ولا تكون خايبه خصها تقول لنا الصراحه. اش من شهر غيكون معرض في الشهر الاخر ديال هذا الشهر ان شاء الله باذن الله. امين يا ربي امين. حنا غير دعوا معنا، هذا الشيء اللي بغينا لكم. الله يحفظكم والله ييسرنا لكم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. الساعه غزال. اللهم زيد وبارك السي حسن. شكرا اختي ناديه، شكرا بزاف والله يحفظكم وشكرا على الثقه ديالكم اللي كديروا فينا. شكرا. زوين عندك هذا الشيء والحمد لله. شوف مازال غيجي خير القدام، مازال غنبرعكم في الساعه ان شاء الله باذن الله. هذوك العديان هذه فقسوم. جات عندي واحد السيده الصباح قالت لي ويلي حسن راه قالوا لي داوك، قال لي داوك، قلت لي فين خبروني. ماشي مشكل، قال لي الله يهديهم وصافي. اللي قالوا لي كتبيع الغش، كتبيع الناقص، كتبيع. قلت له خليهم يقولوا لي بغاو الله يهديهم. قال لي شوف، قال لي كيقول واحد المثل، كيقول شنو هي؟ عني وما تحسدنيش، عني دير بحالي انت ودير اللايف ودير انت الهميزات. الله يسهل عليك، الله يسهل على كل واحد، ولكن ماشي تحسد لواحد وتقول عليه الهضره اللي ما كايناش. الله يهدي مخ. قالت لي سلمى، قالت لي واحد السيده في الطاليان تا هما ولا كيديروا اللايف، شافوك ولا كيديروا تما الطاليانيين، تما كيديروا تما اللايف الهميزات. راه مزيان تعطيهم واحد الفكره وكلشي يخدم عليها، علاش لا؟ الله يسهل على الجميع، حنا والله ما كنحسدوا حد بالعكس. يلا ما نكثروش الهضره، سيروا تنعسوا، كون يعاون ربي اعانكم الله. شكرا لكم. حنا كما كنقول لكم ديما دعوا معنا، دعوا معنا، هذا هو اللي بغينا منكم. شي محل في الرباط باذن الله، مع المحل في الرباط وفي طنجه، حنا جايين ان شاء الله باذن الله. دعوا معنا غير بالتيسير ان شاء الله. يلا كون يعاون ربي وسيروا تنعسوا والله يسرنا لكم ان شاء الله. يلا عانكم الله، في امان الله. دي دابا ولاو يخافوا نشريوا الذهب ولا نقلبوه. قلبي يا اختي يسرى قلبي ذهبك قلبي. شوف والله شوف شوف شوفي شوفي انت عين غير عند من كتشري راه الذهبيه. شوف حنا واخا تيحسدونا واخا سميتو الله يسهل عليهم، راه اغلبيه ما يمكنش يبيع عليك الذهب مغشوش، ما يمكنش اغلبيه. حيت علاش؟ الانسان كتلقى ما حاله وكتلقى عنده السمعه ديالو، والله ما يمكنش يبيع عليك الا اللي ما تيخافش الله. هذا هو اللي غنقول لك، اللي ما تيخافش الله هو اللي خصك تخاف منه. هذا الشيء اللي كاين. وشكرا على الثقه ديالكم، هي اهم حاجه. شكرا لكم، اكون عاون ربي اعانكم الله. تلقاو في اللايف الجاي ان شاء الله. اللي بغى غدا يجي عندنا مرحبا، غدا حالي نهار كامل السبت ولحد راس الدين، ونهار الاثنين ان شاء الله احنا ديما معكم ان شاء الله. شكرا لكم، اعانكم الله، الله ييسر لنا امورنا امركم ان شاء الله. اللي بغى يدخل معنا الجروب غادي يصيفط لنا ميساج في الواتساب، فهذوك النوامر اللي حطينا لكم غادي تقولوا دخلنا الجروب وحنا والبنات راه غيدخلوكم. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم، اي حاجه بغيتوا تعرفوها راه مرحبا بكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والله الا الصوت مشى لي بحيث. اعانكم الله. السلام عليكم وبركاته.